أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من لايف. كشفت وثيقة أوروبية مسربة نية الاتحاد الأوروبي العمل على إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية، بحسب الوثيقة التي نشرها موقع AU Observer. الوثيقة عموما رسمت صورة مقلقة لليبيا في ظل وجود مقاتلين أجانب واستمرار تجارة النفط والأسلحة والانتشار بالبشر. وإذا صح ما جاء في الوثيقة، ما هي السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة للعملية السياسية وتأثير ذلك على الانتخابات؟ وهل يمنح ذلك الاتحاد الأوروبي الحق في المراقبة الجوية فوق الأراضي الليبية؟ أم تنوي الدول الأوروبية تطبيق جدول زمني بالتعاون مع الأمم المتحدة يتعلق برحيل العناصر الأجنبية من الجانبين؟ كلها أسئلة نناقشها في الجزء الأول من لايف. أما ملف كورونا في الجزء الثاني، فمنظمات دولية أبدت قلقها من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا، في الوقت الذي طالب فيه وزير الصحة علي الزناتي بتضمين الميزانية العامة مخصصات مالية لمواجهة كوفيد-19. إذن ارتفاع غير مسبوق في معدل الإصابات رغم الدعوات لتلقي اللقاحات وتسلم البلاد جرعات جديدة من اللقاح الروسي سبوتنيك في، والمطالبات بإجراءات احترازية أكثر فعالية. فهل ليبيا مستعدة لموجة جديدة للوباء على مستوى القطاع الصحي؟ ولماذا تصاعدت وتيرة الإصابات؟ وما هي الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتخذها الوزارة المعنية؟ كل ذلك نناقشه في الجزء الثاني من لايف. مبروك الصغير معكم في لايف، أهلا بكم. يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز خطة إرسال مهمة عسكرية لليبيا من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية، حسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. نشر موقع EU Observer لما قال إنها وثيقة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مؤرخة في الأول من يوليو، مفادها بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز خطة إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية حسب الوثيقة. الاتحاد الأوروبي أشار في الوثيقة إلى أن تركيا تواصل رفض عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها في انتهاك لحظر الأمم المتحدة، وإنها تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا وتوفر التدريب لقوات مسلحة في غرب البلاد، لا سيما خفر السواحل والبحرية بعد أن أرسلت قوات إلى ليبيا العام الماضي. التقرير رسم صورة مقلقة لليبيا بسبب المقاتلين الأجانب وتجارة النفط والأسلحة والبشر، والتي هي مستمرة بلا هوادة، حيث أعربت السلطات الليبية عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا بما في ذلك الجنوب. وفي حال موافقة السلطات الليبية، فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية في الصحراء الجنوبية. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن الوقت قد حان لتطبيق جدول زمني تقدمي ومتناسق لرحيل العناصر الأجنبية من كلا الجانبين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا مستعدون لبذل المزيد من الدعم وتدريب خفر السواحل الليبي. إذن مشاهدينا، سنناقش هذا الموضوع في الجزء الأول من لايف. سينضم إلينا الدكتور علي الوافي الأكاديمي والباحث من كندا، والأستاذ كامل المرعاش المحلل السياسي من باريس عبر الهاتف بعد قليل، لنناقش هذه الوثيقة المسربة والسيناريوهات المقبلة في العملية السياسية وأيضا العملية العسكرية في ليبيا. الوثيقة الأوروبية المسربة مشاهدينا كانت تحمل كثير من النقاط، لعل أبرزها فيما يتعلق عملية السلام في ليبيا، والتي عنوانوها بأنها تتطلب نزع سلاح كل المجموعات المسلحة والميليشيات وتسريحها وإعادة دمج أفرادها.
معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ كامل مرعاش المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ كامل مرعاش، كل عام وأنت بخير في البداية. والسيناريوهات الآن المتوقعة في العملية السياسية مع هذه الوثيقة المسربة، هل هناك قلق اليوم يخيم على العملية السياسية والانتخابات المقبلة؟ بداية تحية لك وكل العام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في الواقع يعني هذه الوثيقة تم تسريبها بالفعل، وهي كانت في أروقة الاتحاد الأوروبي منذ مؤتمر برلين 2، وهي الخطة الفرنسية التي قدمتها فرنسا في بخصوص خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وهي ترجمة فعلية لهذه الخطة. وتتمنى فرنسا بطبيعة الحال أن تصبح هذه الوثيقة أوروبية، أن يجمع عليها الأوروبيين. طبعا هذه الوثيقة تتعامل حقيقة مع عمليات أوروبية فاشلة، من ضمنها عملية اليو بي ام التي أطلقت عام 2013، وهي كانت مخصصة لحراسة الحدود الجنوبية لليبيا، والتي استثمرت فيها حكومة حديد زيدان سياسيا وربما حتى ماليا، والآن مدد لها إلى 2023 ولكنها على الأرض غير موجودة على الإطلاق. العملية الثانية عملية صوفيا ثم التي كانت خيبت أمال الناس والتي منيت بفضائح كثيرة جدا في إعادة المهاجرين من غرب البحر إلى الشواطئ الليبية، وأطلقت بعدها عملية أريني في عام 2020 والتي مددت إلى أيضا عام 2021 مايو، وهي عملية فاشلة أيضا لم تتمكن من وقف تدفق السلاح المرتزقة إلى ليبيا. إذن هذه المحصلة، محصلة الفشل الأوروبي، تريد باريس والتي كانت في كل مرة هي المبادرة أن تنقذ هذه العمليات وتتقدم بمبادرة أخرى هي هدفها أن تكون بعثة في شكل بعثة عسكرية وأن تكون على الأرض اليابسة الليبية. طبعا العمليات الأخرى كانت تتعامل مع ليبيا من خلال الجو والبحر، لكن هذه المرة هناك إصرار فرنسي أن تكون هناك بعثة عسكرية توجد على الأرض، ومهمتها كما تحدثت مسابق هي الإشراف على رحيل المرتزقة ومساعدة ليبيا في تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة إدماجها في القوى الأمنية والشرطية. هذا باختصار الوثيقة المسربة التي تسعى باريس إلى إخراجها من قبل أوروبا، لأنها لا تستطيع لوحدها أن ترصدها، وهي تحتاج إلى التمويل الأوروبي، خصوصا بعد أن قلصت عمليتها، عملية فرخان في مالي وفي النيجر إلى مستوى 40% بسبب التمويل. أستاذ كامل اسمح لي أن أشرك معنا في الحوار الآن الدكتور علي الوافي الأكاديمي والباحث مباشرة من كندا. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ أو دكتور علي الوافي في هذه الحلقة من لايف. كل عام وأنت بخير في البداية. كيف قرأت وتابعت هذه الوثيقة الأوروبية المسربة وما جاء فيها من نقاط؟ أولا كل عام وانت طيب والأخوة المشاهدين أيضا، وشكرا لك أستاذ مبروك على الدعوة للمشاركة في هذا النقاش. أهلا وسهلا. معلوماتي ليست يعني كافية حول هذه الوثيقة، ولكن أعرف أن محتواها بشكل عام هو تدخل أوروبي على الأرض للمساعدة في عدة أمور، ومن أهمها هي إجلاء القوات الأجنبية أو المرتزقة، وإحنا عندنا عدد كبير من القوات. أنا في رأيي أن هذا التدخل إذا كان مشروط ومن قبل حكومة، سواء كانت الحكومة الحالية أو الحكومة المنتخبة، وهذا يقودنا إلى أسئلة أخرى، هو مشروع وقد يكون مفيد لليبيا، لأن إحنا أثبتنا فشلنا في التصرف بأنفسنا، وأثبتنا الحقيقة والأسف يعني قصر نظرنا وقصورنا أصلاً. ماذا تعني دكتور علي بمشروط، تدخل مشروط؟ مشروط أن يكون لأهداف معينة. فعلى المثال مثلا عندنا هدفين ملحين، اللي هم أولا حماية الحدود، إذا كان
هذه التدخل على الأرض سيساهم في حماية الحدود، وهو المفروض يكون شرط مشروع ومقبول ومفيد للشعب الليبي. الشرط الثاني هو فرض نتائج الانتخابات أو المساعدة في فرض نتائج الانتخابات، لأن احنا الآن في مفترق أخي المبروك، مفترق جد خطير. نحن بين انتخابات أو لا انتخابات، وإذا حدث الانتخابات وهو المطلوب فأيضا مش معروف ماذا يحدث وراء الانتخابات. يعني اللي حيجيب على الانتخابات هو مجهول الآن للشعب وللناس، لسبب وحيد أنه قد لا تقبل الأطراف المتنازعة أو بعضها اللي مش حيفوز بنتائج هذه الانتخابات، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. إذا كان تدخل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هنا أفضل من أن يكون تدخل دولة، وعندنا دول واجدة متدخلة، وإحنا ما ظنيش يعني زي ما يقولوا حيضرنا تدخل الاتحاد الأوروبي. يعني إحنا أوردي أو سلفا عندنا دول كبيرة على الأرض متدخلة بجنودها، سواء قصرا أو باتفاق أو قوة. وهذا التدخل ألا يزيد الطين بلة؟ كيف يزيد بلة؟ بالعكس، هو بلة هو زي ما قلت لك، من اللي مش متدخل الآن في ليبيا ومن اللي ما عندهش قوات، إذا كان مشروط مش حيزيد بلة في رأيي. وإذا كان هو تدخل هكذا من طرف واحد يفعل اللي يريدوه فهذه قد تكون مشكلة، لكن إذا قدرنا أن نصل معهم إلى شراكة، وهم أكيد عندهم مصالح إذا تدخلوا في صحة هذه الوثيقة، وفعلا في وثيقه بهذا الشكل، وهم حيدخلوا طبعا وفقا او بسبب مصالحهم في ليبيا، ومصالحهم قد تعارض معنا. يعني مش معقوله الشراكه دائما هي مصلحه الطرفين، فاذا كان احنا قبلنا بتدخل طرف اللي هو الاتحاد الاوروبي وهو عنده مصالح، احنا عندنا مصالح، اذا فرضنا عليه انه ايضا يلبي مصالحنا فهذا كويس. يعني استاذ كامل المرعاش، ما رايك في ما قاله الدكتور علي الوافي؟ هل يمكن أن يقبل الليبيون بتدخل أوروبي مشروط؟ هذه يعني مسألة غير خاضعة للنقاش، لأنه الآن أوراق الأزمة الليبية أكثر من 70% من هذه الأوراق لدى قوى إقليمية وقوى دولية، شئنا ما بينا. ولكن المشكلة هذا التدخل الأوروبي، وأنا أصر على أنه كان فاشلا منذ عام 2013، يعني اليوبيام أطلقت عام 2013 لحراسة الحدود الجنوبية لم يحصل شيء. عملية آريني أيضا في 2020 أطلقت لم يحصل شيء، لم تحضر تدفق السلاح إلى ليبيا. وأيضا هل الآن الساحة الليبية هي مفتوحة بالشكل الذي تسمح به لقوة أوروبية عسكرية أن تكون على الأرض؟ قد يكون ذلك، ولكن ليس في كل ليبيا أو ليس في كل أنحاء ليبيا. نحن ليس لدينا حكومة وحدة وطنية في ليبيا الآن. هذه الحكومة التي توجد في طرابلس هي تقع تحت النفوذ التركي. تركيا لن تسمح لأي قوة أو بعثة أوروبية عسكرية بالتواجد في شمال غرب ليبيا وحيث مناطق نفوذها، لأن تعتبر نفسها مستهدفة من هذه القوة أو نفوذها مستهدف، وبالتالي ستضغط على عبد الحميد الدبيبة الذي بالمناسبة موقفه رمادي نحو حول التواجد التركي. يفصح إلى هذه الساعة عن كيف يمكن التعامل مع التواجد العسكري التركي، أحيانا يقول لنا أنه شرعي وأنه وفق اتفاقية، وأحيانا أخرى يدمجه مع كلام عام عن رحيل القوى الأجنبية والمرتزقة. إذن التحليل هو أن هذه الحكومة غير قادرة أن تقبل بالبعثة العسكرية الأوروبية حتى ولو كانت لمساعدة ليبيا، وبالتالي إمكانية أن تكون مقر هذه البعثة في شمال غرب ليبيا وتحديدا في طرابلس وبالاتفاق مع حكومة عبد الحميد الدبيبة غير محتمل على الإطلاق، لأن الدبيبة سيرفض ذلك تحت الضغط التركي، وبالتالي ربما ستلجأ إلى مناطق أخرى في ليبيا، وهذا أيضا سيضع عليها علامة استفهام، هل هي ستؤيد الجيش الوطني الليبي؟ وبطبيعة الحال نحن نعرف أن قيادة الجيش حساسة جدا
في تواجد عسكري أجنبي في ليبيا. الروس حاولوا قبل ذلك وفشلوا في الحصول على موطا قدم عسكري في ليبيا، وإنما انحصر هذا التعاون بشكل تعاون عسكري فقط دون أن ترسل قوات إلى ليبيا يقبلها الجيش الوطني الليبي. وبالتالي الأوروبيون نفسهم سيقفون عاجزين عن الحصول على موطا قدم على اليابسة الليبية، أقول وأصر على اليابسة، لأنه البحر هم موجودون فيه ولا يمكن إيقافهم من قبل أي أحد. الجو أيضا طائراتهم تحوم الأجواء الوطنية الليبية، وبالتالي أعتقد أنها مبادرة فرنسية ستفشل في نهاية الأمر، لأنه حتى الأوروبيين في الواقع الأمر ليسوا متفقين عليها. الآن تم تسريبها لأنه هناك تغيير في القيادة السياسية في ألمانيا، وفي انتظار أن تأتي قيادة سياسية في ألمانيا سيكون لها الرأي الفصل في هذه العملية، لأنه عملية أريني نفسها أفشلتها ألمانيا بكل أسف. ألمانيا هي التي وضعت العصي في الدواليب، وهي التي رفضت أن توقع أوروبا عقوبات اقتصادية منطقة على تركيا، بسبب أن لديها علاقات خاصة بتركيا، لديها استثمارات في تركيا، رغم أنها دعت إلى استخدام الدبلوماسية الناعمة. أردوغان لا تنفع معه السياسة الناعمة، وهو لن يتهاون أبدا في تدخل أو بعثة عسكرية أوروبية في شمال غرب ليبيا، وبالتالي أنا لا أعتقد أن لها أي جدوى، وفرنسا تحاول ولكنها مرة أخرى تفشل. دكتور علي الوافي، في كثير من الأحيان توافق الأستاذ كامل المرعاش كما أرى في الصورة قبل قليل عندما يتحدث في بعض المناطق، لا صحيح أم لا؟ الأستاذ كامل يعني منطقي وواقعي، ولكن في نقاط مثل التدخل التركي. أعتقد أن لو الاتحاد الأوروبي قرر أنه هو يتدخل في ليبيا فهو لن يتدخل بشكل فردي، حيكون بالتنسيق مع تركيا، وتركيا ليست يعني خارج، لا تغرد خارج سرب الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، سيتم إقناعها مثل ما تم إقناعها بتدخل سابقا. أنا لا أعتقد أن تركيا متدخلة من تلقاء نفسها في المرة الأولى، حتى لو كانت في اتفاقية أكيد عندها إعازات من أطراف من المجتمع الدولي وبالتحديد أمريكا، وإلا لن تستطيع تركيا تتدخل حتى في بأقل من هذا التدخل. لذلك فإذا الاتحاد الأوروبي نجح كاتحاد كله واتفق مش فرنسا فقط على أن يتدخل وأقنع المجتمع الدولي وعلى رأس أمريكا، أعتقد أن التدخل ممكن، والشعب الليبي أيضا موافق. الشعب الليبي حيوافق الآن في هذه المرحلة من خلال الحكومة الموجودة. الحكومة هي حكومة ليست منتخبة ولكنها شرعية، هي حكومة وحدة وطنية شرعية، جميع الليبيين رحب بها بغض النظر عن أدائها حاليا. أدائها قد لا يكون بالصورة اللي احنا تمنيناها، ولكن هي حكومة وحكومة وحدة وطنية وافقوا عليها جميع الفرقاء. إذا لا هذا اللي ما نفقش فيه الأستاذ كامل، أنها ليست حكومة وطنية وحدة وطنية، هي حكومة أدائها ممكن يكون في بعض المناطق أو في بعض الاتجاهات بائس، ولكن بشكل عام هي حكومة وطنية من خلالها يمكن أن هو يتم أي اتفاق. حكومة السراج لم تكن حكومة وطنية ولم يكن عليها وحدة، بالعكس كانت حكومة داخلة في حرب أخرى، ومع هذا نجحت الاتفاق مع تركيا وصار اللي صار وكلكم عارفين. فإحنا إذن في مفترق طرق الآن، هذا التدخل زي ما قلت أنا قد يكون مش للتأكيد، ولكن قد يكون مفيد في فرض نتائج الانتخابات، وهذه النقطة نشوف فيها مهمة الآن، وأيضا حماية الحدود. في السابق تدخلت وحدات، تدخلت دول، لكن لما يكون اتحاد أوروبي مدعوم أو ولما نقول مشروط معناها شروط الحكومة الليبية وشروط الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لازم تكون طرف في هذا، وهذا أعتقد هو السيناريو الآن اللي هو. طيب مع من ستتعامل هذه القوى العسكرية إن بالفعل ستتوجه إلى ليبيا؟ زي ما قلت لك، هي المفروض تكون تحت غطاء الأمم المتحدة وتتعامل مع الحكومة الموجودة حاليا. هل ستقبل بها قوات الجيش الوطني؟ خاصة أنه المؤسسة العسكرية غير موحدة. أعتقد مدام الجيش الوطني مدام قبل
بالحكومة هذه أنها تكون حكومة واحدة وطنية ومعترف معترف بها اعتراف كامل، وفيه تعامل حسب ما نعرف سواء كان معلن أو غير معلن، فهو أكيد حيقبل بأنها تكون، وحيكون طرف أيضا حتى الجيش أو قوات الجيش الحالية هي أيضا تكون طرف، مش حتى تهمل. لذلك إذا نجحنا في وضع هذا السيناريو بهذا الشكل ونكون فعلا قدرنا نستفيد من تدخل أي تدخل، أما غير ذلك فهو الحقيقة حيكون مربك وحيكون مؤلم أيضا. إحنا الآن حقيقة في منعطف خطير جدا جدا. هذا المنعطف أستاذ مبروك والكلام للجميع هو منعطف الانتخابات. عندنا خيارين، أما نتجه نحو انتخابات وأما أن لا نتجه لانتخابات. إذا حدثت الانتخابات وهذا المطلوب من الجميع، فأيضا هناك مشكلة كبيرة وهي القبول بنتائج الانتخابات. السيناريو أو النتائج حقيقة غير واضحة، والناس كلها قلقة بماذا يحدث وراء الانتخابات. الانتخابات حتكون فرحة كبيرة وحيشارك فيها معظم الليبيين اللي هم تهمهم بلادهم فعلا، وأن تنتشل من هذا العبث اللي هي فيه وهذا الدمار وهذا المستقبل المظلم هو انتخابات. هذا الحل الوحيد اللي عندنا الآن هو الانتخابات، والانتخابات أيضا حيقود لخروج القوات الأجنبية. ونقول لك كيف، لأن الانتخابات المفروض تفرز حكومة شرعية معترف بها الجميع الأطراف اللي هي في الداخل، وهذا أيضا زي ما قلت لك احنا الآن زي البيضة والدجاج، أي الأول الانتخابات أولا ولا نفرض نجيب من يفرض نتائجها أولا. فإذا جبنا نفرض نتائجها وفرض نتائجها، الحكومة الشرعية اللي يرضى بها الجميع بعدين سواء قصرا أو طوعا هي اللي تقدر فعلا تخرج هذه القوات سواء روسية سواء تركية متزقة، لأنها حتحرج هذه القوات. الآن حاليا حتى الحكومة الآن لأنها زي ما قلنا حكومة واحدة وطنية ولكنها مؤقتة، لا تستطيع إخراج لا تركيا ولا غير تركيا. الجيش اللي عنده قوات روسية ولا غير روسية ما يقدرش يطلعها حتى هو. إذن مشكلتنا أو حل المشكلة في الانتخابات، ولكن المشكلة الكبيرة مع الانتخابات هي فرض نتائجها. سبق ودرنا انتخابات وفيها طرف ما قبلتش فيها وقادتنا الانتخابات إلى حرب. نعم كحرب 2014. طيب نعم. تقودنا، خليني نقول لك الكلمة هذه بس، الانتخابات حتقودنا لحرب. لذلك احنا مرات نرحب مضطرين، مش لأن احنا نبو جيش ولا نبو حد يطع أراضينا، لكن مضطرين لقبول تدخل اتحاد أوروبي مشروط ومقنن وتحت مظلة الأمم المتحدة. غير ذلك المفروض ما نقبلش بأي تدخل. اللي قبلنا به ساد. أستاذ كامل المرعاش، يعني الوثيقة المسربة في كثير من الأحيان ذكرت دولة ثالثة، دولة ثالثة تحافظ على وجود عسكري في ليبيا، دولة ثالثة ترفض عمليات التفتيش للشحنات العسكرية، وهي تشير كما نعرف جميعا تشير إلى تركيا. لماذا لم تسمها؟ في واقع الأمر دعني أولا رد بسيط على ضيفك من كندا، أنه هذه الحكومة هي صحيح أخذت صفة حكومة الوحدة الوطنية وكان هذا هو المأمول منها، ولكنها لا ننسى أنها حكومة وصاية دولية، هي حكومة ليست منتخبة، لم ينتخبها الليبيون، اختارها 75، اختارتهم الدول العظمى وبمعية الأمم المتحدة، وكان المال الفاسد دور كبير في هذه العملية وعملية الرشاوي التي يعني جرت عند اختيار هذه الحكومة معروفة للجميع، وبكل أسف الأمم المتحدة لم تفتح تحقيقا حولها. بغض النظر عن كل ذلك، ممارسات هذه الحكومة هذا هو الذي يهمنا، هل هي مارست بالفعل سياسة الحكومة الوحدة الوطنية منذ مجيئها إلى السلطة أي أكثر من 4 أشهر الآن؟ هل أنجزت شيء على الأرض شيء يمكن تسميته بتحقيق الوحدة الوطنية؟ لا، على العكس تماما، نرى في تصرفات هذه الحكومة هي العودة حتى على الإنجازات التي تمت في الأيام الأخيرة من حكومة السراج، وهو ما أشار إليه على فكرة المبعوث الأممي، قال نريد أن نحافظ على الأقل على الإنجازات التي تم تحقيقها إلى الآن. إذن نحن لسنا أمام حكومة وحدة وطنية، هذا هو الصحيح،
وأنا قصدت بذلك واحدة عودة إلى سؤالك أن الحكومة أو حكومة عبد الحميد الدبيبة ما زال موقفها غامض ورمادي حول التواجد العسكري التركي، وهو الذي تقصده هذه الوثيقة المسربة بدولة ثالثة لديها تواجد عسكري خارج إطار الأمم المتحدة وخارج أي تشريعات حتى بين الدول، تعتمد على مذكرة تفاهم غير قانونية وليس لها أي وزن قانوني لأنها لم يصادق عليها البرلمان الليبي، ثم هي تخالف نصوص الاتفاقات التي حصلت حول خارطة الطريق مؤتمر برلين 1-2 واتفاق جنيف. إذن المشكلة الآن هي في هذه الحكومة التي ستقودنا إلى الانتخابات. الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لأن الانتخابات بالفعل نحن نطالب بها، ولكن قبل أن نطالب بهذه الانتخابات ولكي تكون ذات جدوى وليقبل الجميع بنتائجها ولن يستطيع أحد أن يفرضها، هي أن نؤمن الأجواء المناسبة لتنظيم هذه الانتخابات في أجواء شفافة وذات مصداقية. الوضع الآن في شمال غرب ليبيا، هناك في واقع الأمر 23 مدينة في شمال غرب ليبيا تحطم الميليشيات. كيف سيكون من الممكن تنظيم انتخابات في هذه المدن ذات الكتلة السكانية العالية بدون تدخل هذه الميليشيات في العملية الانتخابية، سواء إرهاب المرشحين سواء إرهاب الناخبين أو حتى تزوير صناديق الانتخابات، لأن هي القوة الفعلية الموجودة. لا توجد في شمال غرب ليبيا شيء اسمه جيش أو شرطة تسيطر على هذه المدن، والذي يعرف ليبيا تماما يعرف تماما أن كل مدينة فيها ميليشيا أو اثنان تسيطر عليها، والوضع واضح في طرابلس التي ما زالت مقسمة بين كانتونات، كل كانتونة تحكم فيها ميليشيا، غنيوة كوسريم والبقرة في تجورة وهيثم التجوري وجزء من ميليشيات مطراتة وعماد الطرابلسي إلى آخره من هذه الميليشيات التي ما زالت لديها القوة المسيطرة على الأرض وهي تسيطر على المؤسسات. كيف نضمن في هذه الظروف أن تنظم انتخابات شفافة ونزيهة وبالتالي الجميع سيقبل بنتائجها دون تفكيك هذه الميليشيات أو بمراقبة دولية ومراقبة محلية صارمة على صناديق الانتخابات ونشر نوع من الثقة أو الوعي لدى المواطن الليبي يذهب يدلي بصوته بكل حرية؟ هذه المعطيات غير موجودة يا سيدي. نحن لا نريد الانتخابات، ولكن لا نريد هذه الانتخابات أن تفرز لنا شخصيات سيرفضها الطرف الآخر لأن فيها تزوير، لأن فيها رعب، لأن فيها إرهاب، لأن فيها تزوير، وبالتالي الذهاب إلى هذه الانتخابات ليس بسهل. وأعتقد أن الحكومة الحالية تتحمل الجزء الأكبر في هذه ببساطة لأنها لا تريد انتخابات في 24 من ديسمبر، وهذا كان واضحا في ملتقى الحوار الأخير والعراقيل التي وضعت أمام القاعدة الدستورية والتي جاءت من حاشية السلطة. نحن نعرف أن عم السيد عبد الحميد الدبيبة وهو السيد علي الدبيبة وهو الأب الروحي لعبد الحميد الدبيبة قالها صراحة، قال المدة غير كافية ويجب أن تعطى هذه الحكومة مزيد من الوقت لتنظيم هذه الانتخابات. إذن النوايا لا تتجه إلى تنظيم الانتخابات، ولم يحصل أي تقدم في لجنة 5+5 العسكرية، لم يحصل تقدم في مجال المصالح الوطنية، لم تحسم توحيد المؤسسات وعلى رأسها المصرف المركزي. الاجتماع الأخير فشل ذريع، ما زال السيد الكبير يسيطر على كل شيء وعلى سياسة النقدية لليبيا وسياسة المقاطعة، يفتحها متى يشاء ويقفلها متى يشاء. يعني ما زالت هناك معاناة في ليبيا في كل هذه المسائل لم يتحقق منها شيء. إذن كيف سنذهب إلى انتخابات في 24 ديسمبر ونعلق كل أماننا ونطلب من بعثة عسكرية أوروبية أن تفرض علينا هذا الوضع؟ لن يفرضه أحد إلا الليبيين بأنفسهم،
وإذا كان الأوروبيين يريدون لهذه البعثة عليهم أن يحيوا عملية أرني التي فشلت فشل ذريع في عرض البحر. كيف سيبعثون بمجموعة من العسكريين ويحققون ما عجزت عنه البوارد السعودية في وسط البحر؟ إذن نحن في وضع معقد جدا، وربما الآن حتى هذه الإنجازات التي حصلت ثم التراجع عليها. شكرا. وبكل أسف سنرجع إلى المربع الأول وهو مربع الحرب. نتمنى أن نذهب إلى الأمام ولا نعود للمربع الأول. شكرا جزيلا لك الأستاذ كامل المرعاش الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. الآن مجددا نعود إلى الأستاذ علي الوافي. أستاذ علي الوافي، الوثيقة رسمت صورة مقلقة لليبيا في ظل وجود المقاتلين الأجانب واستمرار تجارة النفط والأسلحة والتجارة بالبشر. الأستاذ كامل المرعاش كان يقول أنه للأسف كل النوايا لا تتجه إلى تنظيم انتخابات، ما رأيه؟ يا أخي إحنا أولا خلينا نقول أتكلم على الحكومة الوطنية، إحنا ليش نقفز على النتائج وليش نعتقد أنه ما في نوايا؟ إحنا علينا ناخذ بالمعلن، ما هو المعلن من حكومة الوحدة الوطنية؟ المعلن هو الذهاب للانتخابات. لما يجيك واحد يعطيك نوايا حسنة تقول لا أنت قصدك مش هتدير هذه النوايا الحسنة. الآن كل المعلن وكل الأطراف، مجلس النواب، الجيش، حكومة الوحدة الوطنية، كلهم متفقين على الذهاب للانتخابات. ليش احنا نقول لا مش هتصير الانتخابات ولا الانتخابات؟ ايش الحل؟ هل عندك بديل؟ يعني لماذا نتفائل حتى شوية؟ الحل هو فوضى اللي ماشي. الليبيين أنفسهم، لما يقول السيد الليبيين أنفسهم هم اللي يخلوا الانتخابات نزيهة وشفافة وأنها تمشي على أحسن ما يرام، ويضمنوا أيضا يضمنوا القبول بها والتسليم بها. الليبيين أنفسهم اللي هو إحنا كنا ليبيين، هو أشار لكندا، ممكن يقصد أني أنا في كندا. أنا حقيقة موجود في كندا جسدا وروحا في ليبيا، أنا متابع لما يحدث في ليبيا بشكل عادي كمواطن، ولا محل سياسي ولا نمشي بعيد وكلام زايد ما بيش داعي لي. إحنا عندنا ما هو الممكن، حكومة اللي أفرزت من 75، وسواء كنا راضين عن 75 ومش راضين، كيف جو ما جوش، ما يقال عن رشوة ما رشوة، هذا كل كلام ما فيش داعي في الماضي. إحنا وصلنا لحكومة وحدة وطنية قبل بها الجميع، هذا إنجاز عظيم، مفروض نوظفة لنمشي به قدام شوية، مش نقول لا هذه حكومة مش وطنية، نوايا مش حسنة، أسماء واحد عامة وواحد خالة، مش علاقة بالكلمات. إحنا عندنا حكومة وحدة وطنية على رأسها رئيس وزراء قابل به الجميع، وهو الحقيقة بغض النظر عن بعض الملاحظات عليها شخصيا، هو عنده نوايا طيبة، عنده نوايا حسنة، مهادن، كلامه كويس على الجميع. الرجل يعني ما يفرضش في عنطزة ولا قوة، ولا مش حاول وما زال يحاول انه يمشي، وحتى لما يقولوا له انا شفت بعض اللقاءات هذا ضدك وهذا افرض عليك كذا وهذا ما خلاكش تنزل كذا، يقول لا ما فيش كلام هذا، وانا سمعت كلام طيب والناس كلها كويسه وكلها من اجل ليبيا. احنا لابد ان احنا نبغى اشخاص مثله صراحه. هو انا طبعا مش بصدد شكره ولا مدحه، ولكن اذا كنا كلنا تنازلنا عن 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 العنطزه بتاعنا الليبي وخلينا يعني الهدف الأساسي هو ليبيا، كيف نخلي ليبيا في وضع أحسن، مش نخلوها مثالية في يوم وليلة، ولكن لو انتقلنا للانتخابات حتى لو كانت، حتى لو أفرزت أطراف منبوها زي ما قالت ممكن تجيب شخصيات منبوها، حتى لو جابت شخصيات هي انتخابات، أهم شيء القبول بنتائجها وسنة الانتخابات في البلاد. بعد 4 سنوات حيتغير المش قابلين به، لا يمكن يرضى الجميع عن إفرازات الانتخابات، لكن المهم قبول الجميع بها، هذا هو الموضوع. طيب. لكن والله نقعد احنا نحلل وباقي ما يصيرش منها، يعني كلام الضيف تو اللي سبق ان ليبيا ما عادش تصير منها انتخابات، اتحاد اوروبي مش حيتدخل، تركيا مش حتخلي الانتخابات ما يصيرش منها لان عندنا ميليشيات، حكومه الوحده الوطنيه ماهيش حكومه وحده وطنيه، ايش الحل؟ الحل بالقوه، القوه مش حتنجح، حاولنا جربوا جميع كل واحد جاب جيشه ولا اللي عنده وآلياته من الطرفين، وبعدين عارف شو صار، والسيد كامل ولا كمال عارف أيضا شو صار. طيب من خلال هذه الوثيقة أستاذ علي، من الخطأ الشنيع أستاذ مبروك وجميع
أنك تعيد نفس السيناريو. ونحن لا نريد إعادة هذا السيناريو، نريد الذهاب إلى الانتخابات 24 ديسمبر حتى نصل بليبيا إلى الاستقرار. ولكن أستاذ علي الوافي اعذرني، ولكن أود الاستماع إلى إجابتك حول ما ورد أيضا في الوثيقة. هل تنوي الدول الأوروبية يعني تطبيق جدول زمني بالتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وبالتالي نذهب إلى انتخابات سلسة في 24 من ديسمبر؟ أنا للأسف ما أقدرش أجاوب على هذا السؤال لسببين. أولا لم أرى الوثيقة، اللي هي وثيقة مش عارف حقيقية ولا غير حقيقية. ثانيا الكلام هذا يكون قابل للنقاش لم يبدأ معلن. إذا كان عندنا زي ما قلت لك اتفاق معلن وتقود الأمم المتحدة، فممكن نقدر نقول لك أكيد مفروض يكون في جدول زمني، يكون في أولويات. زي ما قلت لك الأولويات عندنا إحنا الليبيين، إحنا ماذا نريد؟ أولوياتنا إحنا الليبيين واحد، المحافظة على سير الانتخابات بشكل شفاف ونزيه. اثنين، فرض، أنا نقول لك فرض قبولها، لأن في أطراف مش هتقبل حترفع السلاح مجدد، فرض قبولها نتائج الانتخابات. أيضا إذا دخلت قوات بعدين، هذا ممكن يكون مع الحكومة المنتخبة، إذا دخلت قوات ممكن نطلب منها حماية أو المساهمة في حماية الحدود تحت شروط وبرنامج زمني محدد. الباحث والأكاديمي الدكتور علي الوافي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من كندا على كل هذه المعلومات. ونحن باقون معكم في لايف، ولكن بعد قليل. أهلا بكم من جديد. أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيان الوضع الوبائي الأسبوعي لمرض كورونا في البلاد عن الفترة من 12 وحتى 18 من الشهر الحالي، إذ زاد عدد الحالات الموجبة عن الأسبوع الفائت بنسبة 5%. نتابع التفاصيل في التقرير ومن ثم نعود. أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أحدث بياناته معدلات الإصابة والشفاء وعدد المطعمين ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع من 12 وحتى 18 من الشهر الحالي، إذ بيّنت الأرقام ارتفاعاً من 34% في الأسبوع الماضي إلى 39% خلال الأسبوع الحالي، أي بزيادة بلغت 5% في عدد الحالات المصابة. الأرقام الواردة في تقرير المركز بيّنت أن عدد الحالات التي تم فحصها بلغت أكثر من 46,000، منها 18,107 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبلغت الوفيات 56 حالة، بينما الحالات التي تم شفاؤها وصلت إلى 2050 حالة. وبحسب التوضيح الأسبوعي، فأن المدن التي شهدت زيادة في معدلات الإصابة هي طرابلس ومصراتة وزاوية المركز وزليطن. ارتفاع في الحالات يعكس عدم الالتزام الفعلي بإجراءات السلامة تزامنا مع العيد والزيارات العائلية، وهو تهاون قد يؤدي إلى منزلق حرج، خصوصا مع تطور التحورات للفيروس ومعاناة دول قريبة وبعيدة من ويلاته. كان هذا إذن الوضع الوبائي الأسبوعي لمصابي مرضى كورونا. وينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور فراس المبروك وادي، مدير مركز الفلترة والبيو آي بلدية العزيزية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا دكتور فارس. في البداية، كيف يسير الوضع لديكم؟ السلام عليكم. مرحبا أستاذ، كيف الحال؟ حضرتك أولا نطلق بخصوص الوضع الوبائي اللي نشوفه فيه الأيامات هذه، الحالة الوبائية الازدياد ابتداء من شهر 7 اللي هو احنا فيه من بداية الشهر، ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا وازدياد الحالات الموجبة، ووجه رسالة لكل المواطنين بأخذ الحيطة والحذر لشدة وخطورة انتشار هذا الفيروس. للأمانة مراكز العزل الآن ومراكز الفلترة ممتلئة جدا للغاية، فنوجه نداء من منبركم الخاص على كل الناس
اخذ الحيطه والحذر والاجراءات الاحترازيه. ايوه. طيب ماذا عن عدد الإصابات في هذين اليومين؟ من المفترض أنك اليوم موجود على رأس عملك في العزيزية في مركز الفلترة بالتحديد، هل هناك ازدياد حالات في الإصابات خاصة في هذين اليومين؟ ازدياد الحالات بشكل يومي بشكل لا يوصف. يوميا أنا اليوم من الساعة الثامنة صباحا الساعة الآن الساعة الرابعة والنصف سجلت 30 حالة موجبة. من ضمن الحالات عندي من اصل كم عينه؟ 100 حاله. من اصل 100 حاله. 100 حاله اخذت منهم مدحات تواب بي سي ار، 30 حاله موجبه وتم نقلهم الى مراكز العزل. كانت حالتهم خطيره جدا. هناك حالات تتلقى في العلاج في المنزل، وهناك حالات اللي تتلقى في العلاج عندي انا في المركز حاليا. طيب كيف يسير الوضع في المركز؟ المعدات متوفرة، الأكسجين متوفر، نقص حاد في كل المعدات. نتمنى من منبرك مصاب وجه نداء لوزارة الصحة بتوفير كل الإمكانيات من أدوية أكسجين. هناك عزوف من أصطاف الناس اللي تشتغل معنا بسبب تأخر مرتباتهم ومكافآتهم. أغلبية الصف توقف عن العمل نظرا للظروف الحالية، نظرا لكثرة الوباء، خوفا على أسرهم وذويهم من انتشار المرض. فنوجه نداء إلى وزارة الصحة باتخاذ إجراء عاجل وفوري بتوفير كافة المستلزمات والمعدات لمراكز الفلترة والعزل والبي يو اي نظرا لانتشار الفيروس بطريقة رهيبة. طيب ماذا عنكم ككادر طبي؟ هل هناك نقص؟ نقص كادر طبي، احنا في المركز نشتغلوا تو بينا 10 ايام متواصله بدون فصل. حتى في ايام العيد موجودين داخل المركز، لم نذهب الى اسرنا ولم نرى اي احد من اسرنا. نقوم باعطاء الادويه وتوفير العلاج والاكسجين لكل الحالات. بالرغم من نقص الامكانيات يتم اخذ العلاج عن طريق المجهودات الشخصيه وعن طريق اهل الخير والمساعد. ونوجه نداء من منبركم للناس في اخذ الحيطه والحذر نظرا لانتشار هذه الطفره الجديده. واخذ كافه الاجراءات الاحترازيه لان هذه الطفره شديده الانتشار. طيب لديك كلمه اخيره توجهها لنا؟ أوجه كلمة إلى وزارة الصحة بتوفير كافة الإمكانيات حسب المتاح لديها من أدوية ومعدات، لأن الوضع الوبائي شديد الانتشار جدا جدا. هذه الطفرة الجديدة أصابت الكثير من الناس، ونرجو من وزارة الصحة توفير اللقاح نظرا لأهمية اللقاح حتى يكون الأعراض بسيطة. هناك كثير من الأشخاص تلقوا اللقاح وانصابوا بالفيروس لكن كانت الإصابة بسيطة جدا. تمت الإصابة على كافة بكافة الأعمار، جميع الأشخاص كبار وصغار. هذا واضح. شكرا جزيلا لك دكتور فراس المبروك وادي مدير مركز الفلترة والبي يو اي بالعزيزية على كل ما تفضلت به من معلومات. لايف انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.